السلام عليكم يا البنات، جسباكو فوز على بيان. رجعت لكم فيديو جديده بين الله تعالى. في هذا الفيديو اني حندير لكم حاجه بزاف شابه. هاد لا كوليكسيون تاع البنات، يعني لا فيديو لي فيديو اللي راني نديرهم ديغنييرمون بزاف ملاح، يعني كل فيديو فيه مفاجاه معينه وسبيسيالمون البنات. يعني كما قلت لكم لي برودوي راني تستيهم، وبيان سور ننصحكم بالحاجه اللي تكون انا فاتتني فريمون. يعني وحده اللي شعرها ناشف، وحده اللي شعرها متقصف، وحده اللي تقطع لها، ولا مولفه تستعمل ليسور والحوايج باش تليسي شعرها، تخسر لها هاد لو شامبو حيريباري لك شعرك. هنا البنات هاد الشامبو على باز دو لا كيراتين، سينون كاينين دو ترو كولور. دوكا هذا سبيسيالمون للشعر الجاف والضعيف. كاين هذاك الاحمر لا كولور تاعو تلقاو حمراء لي بور لي شوفو كولوري، وتاني اللي يكونوا ابيمي. سينون كاينين دو ترو كولور تاني على باز دو لا بيوتين، يعني سوان كومبلي شعركم كي تغسلوا به تحسوه بلي كرطابلكم فريمون، باسكو هنا لا كيراتين تساعد على ليلاستيسي تاع شعركم وتاني لا بريونس، حيمدلو لمعان يعني من اول استعمال حتروماركيو هذا الشيء، شعركم فريمون حيرطاب وتاني حيولي بري. هير بيرفكشن هاد لو شامبوان تاني كيما قلت لكم يزيد لكم لابريونس لشعركم ويساعد على التغذيه، يعني هنا حيغذي لكم شعركم، فيه بزاف المغذيات اولها واساسها اللي هي لا كيراتين. كيما على بالكم دوك الشعر تاع الانسان يحتاج الى التغذيه مكثفه خاصه في فصل الصيف. تستعملوا بزاف لي ليسور، تروحوا للبحر، شميسه تاع الصيف تاثر على الشعر، يعني تاثر على الشعر تنشف الشعر. سي بور سا الفو انكم تجيبوا ان برودوي مليح. انا جبت لكم يعني لو بري ديالو تلقاوه 45000، 50000، 40، 42. نجيب لكم حوايج ملاح كيما قلت لكم، راني تيستي دي برودوي يكونوا رخاص وملاح. مانيش حابه انا نجيب لكم برودوي بزاف غالي ونقول لكم فوالا فوالا فوالا، لا لا بالعكس، راني بازي على لي برودوي اللي يكونوا رخاص. دايوغ لي موالفين يتابعوني المتابعات، لي موالفين يتابعوني على بالهم ندير لهم حاجه رخيصه جيسي تكون مليحه وإيفيكاس ليكم البنات. طريقه الاستعمال تستعملوه كيما لو شامبوان الاخرين بصفه عاديه، تغسلوا شعركم وتشللوه. هنا بيان سور لي شامبوان تخليهم شويه في شعركم قسمه يعني يغون لكم ومن بعد تشللوه نورمال. غسلوا يعني حاولوا انكم تغسلوا بيان الفروه تاع الراس ديالكم، تدخلوا لو شامبوان للفروه تاع الراس وتفرطيو بالعقل يعني باش ما تجرحوش الفروه تاع الراس ديالكم. تاني فيه لابري شامبوان ديالو، لكن لابري شامبوان ديالو ما لقيتوش، سينو عنده ميم لابري شامبوان ديالو تشريوهم، يعني كوليكسيون كومبليت، عنايه مكثفه وعنايه بزاف شابه. انا عجبني لو شامبوان دونك ميم سي ما جربتش لابري شامبوان ديالو، سي سيغ سارتان يكون مليح ميم هو، باسكو هذا انا عجبني بزاف لي في ديالو، يعني من اول استعمال الحاجه اللي تجيكم من اول استعمال هذا هو. أصل وإياكم خياتي إلى نهاية هذا الفيديو. اللي عجبت هذا الفيديو ما تنساش تدعمني بجام واشتراك، وإذا راكو حابين أي حاجة يعني البنات اطلبوا وقولوا لي كاع الطلبات ديالكم في لي كومونتير، باسكو ديما الفيديو على حساب الطلبات ديالكم. ومع السلامة.